إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن أمراض ومشاكل يعاني منها جميع أفراد العائلة، وراح نتحدث في موضوع معين في هذا القسم. راح نتكلم عن الجهاز الهضمي، كيف يعمل وكيف تحافظ على صحته بشكل عام. طبعا يواجه كل إنسان تقريبا مشاكل تتعلق بالجهاز الهضمي في مراحل حياته المختلفة، وتتنوع هذه المشاكل من أعراض خفيفة وصولا إلى حالات مزمنة يضطر غالبية الناس إلى الاعتياد عليها كروتين في حياتهم اليومية. وتعتبر أمراض الجهاز الهضمي من الأمراض العصر بحق، لذلك إن أسلوب الحياة العصرية لا يلائم أبدا الجهاز الهضمي الذي يتأثر بمحيطه بشكل كبير، سوى في العادات الغذائية السيئة أو في ضغوط الحياة اليومية والتوترات العصبية أيضا الملازمة لمعظم الناس. وأيضا الوظيفة الرئيسية للجهاز الهضمي هي تسليم الطعام وتحويله غذاء للجسم، ثم طرد معظم معظم الناس يحصل لها طرد داخل الجسم عن طريق المستقيم. وطبعا هذه الفضلات المتبقية في هذه العملية الشديدة التعقيد يجهل معظم الناس طريقة عمل هذا. وأيضا الجهاز يتعاطون مع، ممكن في ناس يتعاطون مع غذائهم اليومي بما لا يسهل عليه عمله بشكل عام. ممكن يتعاطى شخص بعض الأدوية أو بعض الأشياء التي صعب يتم هضمها، صعب عملية الهضم في الجسم فيرهقها بعض الأحيان. والبعض بالكثير البعض يعمل هذا الشيء. المفروض أيضا توقيت وقت الطعام المحدد لتعويد الجسم، وأيضا نحتاج إلى الصوم لإعطاء الجسم الفرصة لهضم جميع أنواع الأغذية. وأيضا الكثير من الطعام ممكن يكون نوع غير مناسب للغذاء، مما أيضا تساهم في تدمير الجهاز الهضمي وتدمير وظائف هذا الجهاز الحساس جدا. وننصحكم باستشارة الطبيب عندما تصادفكم أي نوع من أنواع الألام في وسط البطن أو في جانب البطن جانب المعدة أو أيضا أسفل البطن. من الضروري استشارة اختصاصي الباطنية في هذا الموضوع. وينصح أكل الأكل اللين المفيد، الخضروات الفواكه إلى آخره من الأغذية المفيدة التي تفيد الجهاز الهضمي، ويتم سهل امتصاصها وتحويلها إلى مادة غذائية للجسم. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.